ان شاء الله عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني واللاعبين، وازاي نقدر نتدارك هذا التعادل من خلال مباراه صعبه قوي قدام فاركو. وصعوبتها زادت بسبب ايه بقى؟ بغض النظر عن النتيجه بتاعتك قدام فيوتشر، لا فاركو لسه عاملين تغيير جديد في الجهاز الفني برحيل نونو الميدا المدير الفني البرتغالي، والتعاقد مع الكابتن ايهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخبنا الوطني والسابق كمان للنادي المصري البورسعيدي. فاكيد في روح جديده، في دوافع جديده، فده هيصعب الماتش بشكل اكبر. مباراه على ملعب فاركو في اسكندريه، فرقه فاركو فرقه محترمه فيها عناصر مميزه حتى لو ما ابرمتش صفقات بسبب ايقاف القيد هذا الموسم، لكن في كل الاحوال ماتش هيبقى غايه في الصعوبه. مهم قوي انك ترد في الملعب وتاكد ان اللي حصل ده يعني حاجه عابره في ماتش فيوتشر، ده امر عابر، ترجع بمستوى جيد سواء على الصعيد الجهاز الفني او حتى على صعيد اللاعبين عشان نبقى بنتكلم بمنتهى الوضوح. فكل كل الدعم والمسانده للنادي الاهلي في مباراه الغد. بالتالي استعدادات النادي الاهلي اختتمت النهارده من خلال مران صباحي. مران كان مهم جدا في بعض الفقرات الضروري جدا يعني التعامل بخصوصها سواء على الصعيد البدني، يعني تدريبات بدنيه خفيفه، واكيد حضراتكم شايفين اهو اللقطات دلوقتي من مران الاهلي اليوم، وبعض فقرات الكرة واكيد تقسيمه خفيفه مع نهايه المباراه، وتم التركيز على بعض الجوانب والفقرات الخططيه والفنيه اللي بيرغب المدير الفني مستر كولر في تنفيذها خلال مباراه فاركو. وبالمناسبه مستر كولر اتفرج بشكل كبير قوي على مباريات فاركو خلال الفتره اللي فاتت ودرس الفريق بشكل قوي للغايه، نتمنى ان هو يكون موفق في اداره المباراه على المستوى الفني ان شاء الله بكره الساعه 5 مساء في الاسكندريه. الفريق بيتوجه اليوم لمعسكر في اسكندريه عشان يلعب المباراه ان شاء الله بكره باذن الله، يكون موفق النادي الاهلي في هذه المباراه وخطوه جديده في مشواره في بطوله الدوري. خلي بالك بقى الدوافع دلوقتي من المفترض ان هي تكون اكبر بكتير جدا 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 عند لاعبي النادي الاهلي. ليه؟ الاجابه بسيطه قوي، انت اتضاف لك بطوله جديده السنه دي ما كانتش في دماغك اللي هي بطوله كاس العالم للانديه. فمعنى جالك كاس العالم للانديه وهتشارك فيها بغض النظر بقى على يعني ايه الكلام اللي بيطلع والناس اللي بتقول طب اشمعنى الاهلي، لا سيبك من الكلام ده خلاص، الموضوع محسوم تماما تماما. اول مباراه تحدد ميعادها قدام اوكلاند يوم 1 فبراير، كل الحاجات دي محسومه خلاص، الاتحاد الدولي خاطب الاهلي وكل حاجه خلصانه. فانت موجود في كاس العالم اول ماتش عندك يوم 1 فبراير، يعني قدامك قد ايه؟ قدامك شهر و20 يوم، شهر لا و10 ايام، 20 يوم ايه؟ شهر و10 ايام. فيعني خلاص لازم تجهز، فلازم يكون عندك دوافع انك تعمل كل شيء في الملعب عشان تثبت انك تستحق انك تكون متواجد في قائمه الفريق في كاس العالم للانديه. فده امر هيكون مهم قوي بالنسبه لك وبالنسبه لتاريخك كلاعب وكجهاز فني، مهم ان انت تعمل مباريات جيده ونتائج جيده. احنا متعودين من النادي الاهلي انه بيشرف مصر دايما والكره الافريقيه في كاس العالم للانديه، خد 3 برونزيات من 7 مشاركات. فمهم قوي ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا نفسنا فيها ان احنا نوصل للمباراه النهائيه ان شاء الله باذن الله واحد احد. الاهلي يقدر ان هو يوصل للمباراه النهائيه في بطوله كاس العالم للانديه لان الامكانيات مميزه بالنسبه للاعبين، محتاجه بعض التدعيمات، محتاجه بعض التدعيمات، النادي الاهلي محتاج بعض التدعيمات عشان يخش البطوله جاهز. واتمنى انا نفسي يعني واحد من الجمهور اتمنى ان التدعيمات تبقى بشكل مبكر شويه في شهر يناير عشان اللعيبه تيجي تنسجم والدنيا تبقى مميزه مع اللاعبين المميزين جدا اللي عندنا في بطوله كاس العالم باذن الله تعالى. فدي دوافع كبيره جدا للاعبين ان شاء الله استغلوها، متخوف بس من حته الاصابات بسبب المباريات الكتيره بالنسبه للفريق خلال الشهر ده، لكن ان شاء الله باذن الله الامور تكون في صالحنا ونتفادى هذه الاصابات ونكون جاهزين لكاس العالم. طيب.